السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله معانا في درس جديد يتكلم عن التوزيع الطبيعي الجزئية الثالثة من مادة الرياضيات 5 ريض 363 للمستوى الثالث ثانوي مجموعة العلوم التجارية. خلونا مع بعض نستعرض أهدافنا لدرس اليوم. فعندنا أول هدف أن يوجد الطالب المساحة تحت منحنيات توزيعات طبيعية معيارية، أن يوجد الطالب احتمالات ضمن توزيعات طبيعية معيارية، ويوجد قيم بيانات علمت احتمالاتها. فخلونا ناخذ مع بعض أول مثال. السؤال يقول أوجد فترة لقيم زد ترتبط بالمساحات الآتية. لو تذكرون في الدرس السابق كنا ناخذ قيمة الزد ونطلع المساحة أو الاحتمال أو النسبة المئوية المرتبطة بالزد. اليوم درسنا راح يكون بالعكس، راح يعطونا مساحات إحنا نحتاج نطلع قيمة الزد أو قيمة الإكس. فعندنا المساحة التالية، عندي النسبة المئوية هي 50% من منتصف توزيع البيانات، عندي 50% في المنتصف. فش راح يكون عندنا؟ لأن إحنا نعرف أن في وسط البيانات عندي قيمة الوسط اللي هي تساوي 0 تنصف الرسم البياني اللي عندي المنحنى بالتساوي، ولأن المنحنى متماثل فالخمسين بالمئة راح تنقسم على 2 وراح توزع بالتساوي 25% جهة اليمين و 25% جهة اليسار. كاحتمال راح تكون 0.25. راح نروح في الجدول نشوف قيمة الزد المقابلة ل 0.25. فنشوف جدولنا ندور أجرب قيمة ل 0.25. فنلاحظ عندنا أقرب قيمة ل 0.25 هي 0.2486. انزين، ليش خذنا ذي القيمة وما خذنا القيمة الثانية؟ لأن الفرق بين 0.25 والقيمة اللي عندي 14، لكن القيمة الثانية 17، فراح ناخذ أقرب قيمة. هذه المساحة اللي عندي أو الاحتمال اللي عندي، أروح أشوف قيمة الزد المقابلة لها، فعندي إياها 0.6 ونروح فوق 7، فقيمة الزد راح تكون 0.67. فراح نكتبها على رسمنا مرة بالموجب ومرة بالسالب لأن القيمة متماثلة. فراح نكتبها على شكل فترة إن الزد محصورة بين minus 0.67 وموجب 0.67. كذي أعزائي الطلبة انتهينا من المثال الأول، ننتقل مع بعض إلى المثال الثاني. السؤال يقول عندي 20% من توزيع البيانات على الطرفين، فشلون راح نكتبها؟ احنا مساعة كان عندنا التوزيع دايركت في المنتصف فدايركت مثلناه، لكن هنا لأن عندنا على الطرفين فراح نسوي معادلة في البداية نجهز المساحة اللي عندنا وبعدها راح نسويها على الرسم البياني. فأول شيء راح آخذ النسبة المئوية اللي في المنتصف لأن أنا هاي اللي أحتاجها، فأقول 100% ناقص النسبة المئوية اللي على الطرفين، فمئة بالمئة ناقص 20% يعطينا 80%. احنا شو نقول؟ نقول ان هي 80% حق المنتصف كامل، لازم شو نسوي؟ ننصفها بالنص، فراح نقسم 80 على 2 راح يعطينا 40، فراح نوزع في الرسم 40% جهة اليمين و 40% جهة اليسار. فالحين النسبة المئوية المتبقية هي 10%، من وين يبنى 10%؟ خذنا 20% وقسمناها على 2. نفس الشيء راح نحتاج نطلع قيمة الزد الموجبة وقيمة الزد السالبة اللي هما نفس الشيء بس بعكس إشارتهم. فنروح في الجدول ندور على 0.4، فنشوف أقرب قيمة حق 0.4 اللي هي 0.3997 أقرب قيمة. فنروح نشوف قيمة الزد المقابلة لها اللي هي 1.2 وبعدها 8، فراح تكون قيمة الزد
1.28 نكتبها مرة بالسالب ومرة بالموجب. أيضا لأن التوزيع متماثل فراح ناخذها كقيمتين موجبة وسالبة. الحين شلون راح نكتبها بصورة فترة؟ لأن احنا في السؤال قالوا لنا على الطرفين، فعندي إما أكبر من قيمة الزد أو أصغر من قيمة الزد، فعندي فترتين مختلفتين، فراح ناخذ إما زد أكبر من 1.28 أو زد أصغر من minus 1.28. بكذي أعزائي الطلبة انتهينا من أول مثالين، خلونا ننتقل مع بعض إلى مسألة لفظية. السؤال يقول إذا كان متوسط سرعة السيارات بالكيلومتر لكل ساعة في أحد الشوارع موزعة توزيعا طبيعيا، حيث الوسط اللي هو ميو 37.5 والسيجما اللي هو الانحراف المعياري 5.5. خلونا نستعرض مع بعض الأسئلة. فعندي أول سؤال أحتاج أوجد أقصى سرعة لأبطأ 10% من السيارات. السؤال الثاني أوجد أدنى سرعة لأسرع 5% من السيارات. أما السؤال الأخير فهو ما مدى السرعة الذي يقع في 25% من منتصف توزيع البيانات. فعندي ثلاثة أسئلة راح نحلها على مسألة لفظية واحدة، خلونا مع بعض نحل. فأول خطوة راح نحط المعطيات اللي هو الميو والسيجما، لأن في سؤالنا قالوا لنا نبي نوجد أقصى سرعة لأبطأ 10% من السيارات، فالنسبة المئوية راح نروح جهة اليسار لأن هي الأقل، ما علي من كامل، راح ناخذ فقط نص البيانات، فراح ناخذ نص الاحتمالات، لأن احنا نعرف أنه هو كامل 100% فراح ناخذ نصه اللي هو 50%، فراح نقول 50% ناقص 10% فراح يعطينا 0.4. فنشوفها في الرسم البياني اللي عندنا لتوزيع الطبيعي المعياري، راح يكون عندي في المنتصف دائما قيمة الوسط 0. فالحين راح نمثل المساحة اللي عندنا، فراح نمثلها جهة اليسار. احنا البوينت 4 اللي طلعناه ليش طلعناه؟ لان اصلا العشرة هي بعيدة عن الصفر، واحنا نعرف ان في الجدول الزد دائما تكون المساحة القريبة من الصفر، فراح تكون البوينت 4 هي اللي قريبة من الصفر، فراح نروح في الجدول نطلع قيمة الزد، فنشوف اقرب قيمة للبوينت 4 ونشوف اللي قابلها، تونا من شوي طلعناها بعد في المسألة السابقة، فعندنا 1.28، فراح نروح نكتبها بالصورة السالبة لأن هي صوب اليسار. طبعا في المسألة نحتاج نوجد أقصى سرعة لأبطأ سيارة، ما راح نحتاج الزد، لكن إحنا راح نستخدم الزد عشان نوجد الأكس، فنعوض قيمة الزد في القانون. عندي قانون الزد يساوي اكس ناقص ميو على السيجما، فراح نعوض مكان الزد بماينس 1.28 يساوي اكس وهو المجهول المطلوب ايجاده ناقص 37.5 على 5.5، راح نضرب طرفين في وسطين، فراح يكون عندنا minus 1.28 مضروب في 5.5 يساوي x minus 37.5، فراح ننقل 37.5 الجهة الأخرى ونطرحهم مع بعض، ففي النهاية السرعة لأبطأ 10% من السيارات هي 30.5 كيلومتر لكل ساعة. كذي أعزائي الطلبة انتهينا من أول تمرين، ننتقل مع بعض إلى التمرين الثاني. فالسؤال الثاني يقول أبي أوجد أدنى سرعة لأسرع 5% من السيارات، فكنا سؤالنا الثاني عكس السؤال الأول، فمساعة شفنا جهة اليسار، الحين راح نشوف في جهة اليمين، ليش؟ لأنه أسرع، فراح نجي
نفس ما سوينا من شوي، راح نقول 50% ناقص 5% راح يساوي 0.45. نفس ما سوينا من شوي، نرسم الرسمة ونحط الصفر في الوسط ونحط الزد اللي نحن نحتاج نوجدها. طبعاً الـ 0.45 راح تكون القيمة القريبة من الصفر، فراح نروح في الجدول نشوف أقرب قيمة لـ 0.45 وهي 0.4495. طبعاً لو لاحظتوا أن ذي القيمة والقيمة اللي بعدها أهم الفرق ما بينهم وما بين الـ 0.45 نفس الشيء، فرق ما بينها وذي 5 والفرق ما بينها وما بين الـ 0.45 بعد 5، فسواء اخترنا ذي القيمة أو القيمة اللي بعدها نفس الشيء. فراح يكون قيمة الزد هي 1.64، فنقراها 1.6 وبعدها 4. طبعا راح نكتبها بالقيمة الموجبة لأن هي جهة اليمين، فعندنا 1.64. نفس ما سوينا من شوي، احنا ما نحتاج الزد، نحتاج قيمة الاكس، فراح نعوض في القانون ونضرب طرفين في وسطين، ننقل 37.5 الجهة الأخرى بعكس إشارتها، نجمعهم مع بعض، فيكون عندنا الجواب النهائي هو 46.5 كيلومتر لكل ساعة. بكذي أعزائي الطلبة انتهينا من السؤال الثاني، خلونا ننتقل مع بعض إلى آخر سؤال. في السؤال الثالث يقول: ما مدى السرعة الذي يقع فيه 25% من منتصف توزيع البيانات؟ طبعا في السؤال الأخير لو تتذكرون أول سؤال حليناه كان عندنا 50% في منتصف توزيع البيانات، طبعا ذي السؤال راح نحله بنفس ذاك السؤال. اللهم هناك كان يحتاج قيمة الزد، هني نحتاج قيمة الإكس، فراح نقول عندنا 25% نقسمها على 2 فيعطينا 0.125. نوزعها على الرسم، في المنتصف بينهم قيمة الوسط 0 لأنه هو معياري، ونحط الـ 0.125 جهة اليمين وجهة اليسار بالتساوي لأن التوزيع متماثل. فحين هني راح نحتاج نطلع قيمتين حق الزد، أهما نفس الشيء لكن مرة بالموجب ومرة بالسالب، فنروح مع بعض نشوف في الجدول أقرب قيمة لـ 0.125. فنلاحظ أن عندنا القيمة 0.1255 هي أقرب قيمة لـ 0.125. نشوف قيمة الزد المقابلة لها اللي هي 0.3 ونروح فوق 2، فعندنا الإجابة 0.32، فراح نكتبها مرة بالسالب ومرة بالموجب. طبعا لما نطلع قيمة الإكس لازم نحل مرتين، مرة راح نحلها كموجب ومرة راح نحلها كسالب وبعدين راح نكتبها كفترة. فراح نحل مع بعض أول شيء الموجب، فراح نعوض أيضا في قانون الزد، فنقول 0.32 يساوي x ناقص 37.5 divided by 5.5، نضرب طرفين في وسطين وننقل ونجمعهم مع بعض، في الأخير راح يكون الجواب النهائي 39.3 كيلومتر لكل ساعة. انتهينا من الجزئية الموجبة، نشوف مع بعض الجزئية السالبة. فعندي زد تساوي minus 0.32، نعوضها أيضا في القانون، نضرب طرفين في وسطين وننقل الطرف الآخر، ففي النهاية راح يكون قيمة الإكس عندنا 35.7 كيلومتر per hour. انزين الحين طلعنا قيمتين حق الإكس، مرة لما كانت الزد موجبة ولما كانت الزد سالبة. شو راح نسوي؟ راح نكتبهم في صورة فترة. ليش في صورة فترة؟ لأن أساساً في السؤال قالوا لنا نبي مدى السرعات،
فراح ناخذ القيمتين الأصغر بعدين الأكبر، فراح تكون الإكس محصورة بين 35.7 وبين 39.3. بكذي أعزائي الطلبة انتهينا من مثالنا ودرسنا لليوم. شكرا على حسن استماعكم، وإلى اللقاء في دروس أخرى، ومع السلامة.